فضيلة الشيخ، هل يصح جمع صيام ستة من شوال مع أيام البيض بنية واحدة؟ ستة من شوال سنة مستقلة، وأيام البيض سنة مستقلة، فيصوم الست من شوال هذه متأكدة، ويصوم البيض. إذا جاءت البيض يصومها على أنها البيض، وإذا خلصت البيض يكمل الست من شوال، إذا كان صام أولها يكملها.